عليكم، أسعد الله مساكم بكل خير. القصة هذه قديمة، ويذكرون أن في أسرة مكونة من زوج وزوجة وبنت وحالاتهم المادية ضعيفة. يوم من الأيام قدر الله على هالزوج هذا وتوفى، بقت الزوجة والبنت. يوم من الأيام كلمت أخو الزوج وقالت له: يا فلان، ما عندنا بعد الله إلا أنت، تعولنا. قال: أنا إن شاء الله بتكفل فيكم، وإن شاء الله أنكم ما تحتاجون لحد. قال: بس عندي موضوع، أنا أبي أتقدم لك للزواج، توافقين؟ وافقت وتزوجها. هو عليه ديون وعلى قد حاله زيه، وقامت كل بين فترة تتراكم عليه الديون، تتراكم عليه الديون. البنت من أول يوم توفى أبوها كان عمرها 6 سنوات، بعد فترة كبرت 8 سنوات 9 سنوات، وجاء هذا صاحب الدين يطالبه، وكل ما أخذ يطالبه بالدين، وصاحب الدين هذا أقشر، واللي يطالبه بالمال اللي ما يسدد يشكي على طول، وهم من حدين عليه، ما حد يسلفهم إلا هذا الرجال. وتراكمت عليه الديون، وجاء يوم من الأيام صارت عمر البنت 9 سنوات، قال: يا فلان، بتسدد ولا بشكيك؟ ويسدد وتتراكم عليه الديون، وصار عمر البنت 12 سنة. جاء هذا اللي طالبهم بالدين، قال: ترى كثر دينك وتراني بشتكيك، إلا أبا خيرك في خيرين. قال: وش هي؟ قال: شوف، يا أما أنك تزوجني بنت أخوك هذه البنت، أو أنك تسدد. قال: وين أزوجك البنت هذه عمرها 12 سنة توها صغيرة، وبعدين ترجال كبير؟ قال: هذا اللي عندي. وراح وكلم زوجته، قال: يا فلانة، ترى جاني ذا اللي طالبني بالدين، وقالي تراني عندك خياري، يا تزوجني البنت أو أني بشتكيك. قالت: وش اللي نزوجها البنت؟ البنت عمرها 12 سنة وتوها صغيرة، وهو رجال كبير وواحد أكثر، ما حد يقدر على الرجال هذا، لا ما نقدر نزوجها إياه. قال: شوفي، ترى إذا اشتكاني ترى يمكنني أنسجن، وبعدين ما عندكم أحد أنه يعولكم، أنه يوقف عليكم. بعد فترة شوي رضت الأم، كلموا البنت ووافقت، أصروا عليها ووافقت وتزوجته وراحت معه بيت الرجال هذا الأكشر ذا اللي صاحب الدين، يبعد عن منطقتهم يوم، واخذ ذلوله واخذ أغراضهم وكذا، وراحوا لبيتهم. أخذ فترة، البنت تعبت، صار البنت يكدها ليل والنهار، يخليها تولع تجمع الحطب، يخليها تولع الحطب، يخليها تغسل، يخليها تعبي القرب الموية، يخليها تغسل وتسوي وتفعل. البنت تعبت ليل نهار، ما غير كرف يكرفها. أخذت سنة بعد سنة، قالت: أنا يا فلان، ترى أنا ودي أروح أشوف أمي وأشوف عمي. قال: أنا رايح للديرة الفلانية قريب منها، أبا وديك. وداها، يوم أنها جت انصدمت الأم، شافت البنت هي بالبنت اللي على خبرها، هم على قد حالهم، وهذا أخذها نشفها، أخذها جابها جلد على عظم. يا فلانة، وش فيك؟ عسى ما شر وجهك منصفك، وش فيك؟ قالت: لعب فيني، لعب بهدلني، ما شفت فيه الفرح ولا السعادة، بهدلني، ما غير شغل شغل بالليل والنهار، ما غير اشتغل في ذا البيت وأكرف، أنا ما عاد جسمي ما عاد أقدر أتحمل أشيل ذا الحطب وأشيل وأسوي، كرفني كرف، تعبني، وغير الكلام والكلام اللي البذيء اللي أسمع منه تعبني. قالت: ما أبغى ولا أبغى أرجع له. قالت الأم لزوجها، قالت: يا عمها، ترى البنت تعبت وكذا وكذا وكذا، ما نبيها تروح خلاص. قال: ترى هذا أكشر، ونعيين أنها ترجع له، ترى بيشتكيني وبرجع.
وبيسجنوني وتقعدون انتم. اقنعوا البنت وراحت رجعت اخذت سنة، والسنة هذه صارت اكثر من اول تعب. صار الرجال هذا صار يضربها ويبخها ويتكلم عليها اكثر، واخذت لها سنة. يوم اخذت لها سنة قالت انا بيروح لها، ودها لهلها. يوم جات قالت ابي اشكي الحال لامي، وجات توريها الطق اللي يضربها، وشافت الضرب اللي في جسمها. وهي المرة هذه يوم شافت الضرب تهولت، راحت وكلمت زوجها قالت ما عدا بيها تروح له، خلاص بهدلها ضربها ضرب. والبنت صغيرة توها صارت عمرها 14 سنة، تعبت البنت. كلموه الرجال هذا ما قدروا عليه، وقام يهددهم. قال البنت اخذها، وياخذ البنت بالقوة يوديها لبيته. يقول البنت هذه يوم راحت خلاص بيتت النية انها تهرب. يقول يوم جاء بالليل قال لها ضبطي الامور وضبط وجيبي الحطب وكذا وعبي القرب الموية وعبت وسوت. يوم جاء اخر الليل جمعت غريضاتها وكذا وجمعتها وحزمتها، ويوم انها نام قالت ابي ارجع لاهلي. اطلعت في طريقها انها بتروح لاهلها وضيعت، راحت في طريق ثاني وضيعت ومشت. يوم جاء قريب الفجر البنت هذه تعبت، قالت اني ابى انام في ذا البر، ابى انام الين يصبح علي الصبح واكمل طريق. نامت يوم اصبح الصبح الا تشوف ناس منتقلين من محلهم حريم ورجال وعندهم عفش واغراض وكذا، ويبون يروحون لمنطقه ثانيه. يوم شافت ذا الحريم وتفزع عند الحريم، قالت وين شيخكم؟ قالت هذا شيخنا، شوفي اللي هناك. وراحت له قالت انا داخل على الله ثم عليك. قالوا ايش فيك يا عسى ما شاء؟ قال قام وكلم زوجته وعياله، قال شوفي خذوا البنت ذي وخلوها عندكم واكرموها الين نوصل مكاننا الجديد ونمرح فيه وبعدين نشوف ايش قصتها. وخذوها واكرموها وكذا. والبنت هذه يقولون حليلة، البنت هذه شوفها طيب وكلامها زين، وارتاحوا لها اهل البيت اهل الشيخ ذا. وجاء يوم نجلسه وكذا، وجاء وخذ علوم البنت، تعالي وعلميني وش اللي صاير معك. وقالت له انا تزوجوني كذا وكذا وصارت معي السالفه كلها من اولها الى اخرها وما ابغى ارجع له. قال خلاص عيني خير ولا تفكرين، وانتي وصلتي وان شاء الله ما يجيك شيء، وان شاء الله ما يجيك الا الشيء اللي يرضيك. يقول ويوم ان هذاك صحى ودور البنت يبي يشوف على العادة، يعني يلقى الحطب ومولع النار والأكل وكل شيء موجود، ما لقاها وينجن جنونه. قال هذه شكلها هربت ورجعت لأهلها، وياخذ ذلوله وأغراضه ويروح لأهلها. يوم وصل بعد يوم وصل لأهلها، قالوا ويجي العمها قال أنا بشتكيكم أنا على هالدين، وأنتوا خدتوا البنت. قال هاي بنت حنا ما أخذناها ولا هي موجودة. قال أنا طلعت من عندي، قلت أكيد أنها جاتكم. وانجنت الأم يوم درت أن البنت طلعت من البيت، انجنت قالت وين راحت البنت عمرها توها 14 سنة. وقاموا يبحثون العم مع الزوج يبحثون عنها، ولقوا ذا الناس اللي توه مناقلين وجوا عندهم يسألونه. سألوا ذا الشيخ قالوا ما مرت عندكم بنت صغيرة عمرها 14-15 سنة؟ قال إلا موجودة فلانة موجودة عندي. قال عطني إياها. قال لا ما أعطيك إياها البنت ما تبيك. قال هذه زوجتي وأنا بشتكي. قال ما تبيك ما تروح البنت ما تأخذها.
البنت ما تبيك إلا إذا هي تبغى تروح معك، أنا بسألها قدامك. تعال يا عمها واسألها. جاء عمها، تبين تروحين مع زوجك؟ قالت لا. قال شفت البنت ما تبيك. قال أنا دافع فلوس. قال لعمها، قال تراني بشتكيك، أنت عليك دين، ويبغى عشان يفزع له. قال الزوج كم، الشيخ كم الدين اللي عليك لعمها؟ قال المبلغ الفلاني. قال اعتبره انه تسدد، انا بسدده. قال بتسدد؟ قال بسدده وبعطيك زود عليه بعد، بس اطلق الحين. اطلق، اصر عليه اطلق، وطلق اغراب المال وطلق. وافرحت البنت، والرجال هذا عمها ارتاح من هم الدين، وكلم زوجته وانبسطت وارتاحوا. وقال هذا الشيخ للعم، قال شوف، أبيك تجيب زوجتك وتجون عندنا تسكنون هنا وتصرون عندنا، اتركوا منطقتكم ديرتكم، تعالوا عندنا وبنشيلكم إن شاء الله عندنا، بنخليكم عندنا 3 شهور و10 أيام، وإن بغيتوا تقعدون، أما قبلها ما راح تطلعوا، وإن بغيتوا بعد 3 شهور و10 أيام تروحون، هذا براحتكم. وجلسوا عندهم وانبسطوا وارتاحوا. بعد فترة البنت هذه ارتاحوا لها أهل البيت، البنت شقدية، والبنت كلامها زين، والبنت مربية، والبنت طيبة، ارتاحوا لها. قال الشيخ هذا عنده ولد، قال ابغى اخطبها لولدي. كلم عمها، قال البنت نبي نخطبها لولدي، وش رايك؟ بنت شيخ، ولد شيخ بيخطب بنت اخوه، وافق. قال ما نحصل احسن من ولدك، ووافقوا وزوج البنت للشيخ هذا، لولد الشيخ. والبنت هذه بكر، الرجال هذاك الكبير بالسن تزوجها، بس علشان انها يكدها، وانه يخليها تشتغل بالليل والنهار، وانه يكرفها كرف. وتزوجت بنت ولد الشيخ، تزوجت ولد الشيخ وانبسطت وصارت في سعادة وارتاحت وعوضها الله، وامورهم تحسنت واوضاعهم تحسنت، سبحان الله، الله عوضها. وهذه قصتنا انتهت، وان شاء الله انكم استمتعتوا بذا القصة، وإن شاء الله أنها نالت على إعجاب الجميع. نراكم في قصة جميلة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي حفظ الرحمن.